هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل الطلاب والطالبات وبكل اولياء الامور كمان. النهارده ان شاء الله فيديو هيفيدكم. انا شفت اسئله كتير بتتكرر في الجروبات التعليميه عن ايه افضل كتاب يقدر يساعدني في المرحله الاعداديه، خصوصا مع التعامل مع المنهج الجديد. احنا عارفين ان المناهج اتغيرت، مش السنه دي، بقالها يعني تلت سنه. المناهج الجديدة التعامل معها مختلف، احنا محتاجين كتاب فعلا يقدر يساعدني انه يوصل لي المعلومة بطريقة شيقة وطريقة سهلة في نفس الوقت، وتكون المعلومة اكيد صح. كتاب يقدر يواكب عملية تطوير التعليم. عشان كده انا عملت الفيديو دوت، عشان اعرض لكم محتويات كتاب المعاصر لسنة اولى اعدادي الترم الاول سنة 2023. تعالوا نسمي الله كده ونشوف محتويات الكتاب ايه. اول حاجة طبعا، يعني اكيد انتوا شايفين ان الغلاف مختلف. هو طبعا ده اللي بيميز كتاب المعاصر، ان كل سنة بنلاقي فيه جديد، يعني حتى المنهج هو بس هو بيحب يجدد في عرض المحتوى نفسه. فبصراحة انا شايفة فعلا ان ده مجهود من القائمين على اعداد كتاب المعاصر، ان هم بيحاولوا انهم كل سنة يكون في تطوير في جديد. فبصوا طبعا الخامة نفسها بتاعت الورق، الطباعة، جودة المحتوى نفسه، بصوا ده كله على فكرة الحاجات دي بتفرق بجد حتى مع طالب اعدادي، لان يعني دي اكيد كلها حاجة بتفتح النفس على المذاكرة. بصوا تعالوا نبدأ بقى. هو كل كتاب بيتكون من 5 اجزاء، كتاب شرح واربع كراسات انتراكتيف نوت بوكس. هي كراسات بتتعامل مع منهجك، كراسات تفاعلية. تعالوا نبدأ بكتاب الشرح، نستعرض كده محتويات الكتاب ده ايه. اول حاجة في كتاب الشرح بيبدأ بعرض مواصفات الورقة الامتحانية. هو بيبدأ اول حاجة بعرض التطبيق التفاعلي، استخدام التطبيق بتاع المعاصر، هو اسمه معاك، وهو فعلا تطبيق تقدر ان انت تسمع من خلاله الدروس، تقدر ان انت تشوف التدريبات، تتواصل مع التيتشر، امتحانات كتيرة، العاب، فيديوهات. بصراحة تطبيق حلو قوي. كمان بصوا هنا بيبدأ يعرض لك مواصفات الورقة الامتحانية بنفس الورقة اللي هتجيلك في الامتحان اخر السنة، اخر الترم بقى، بكل سؤال بالدرجة بتاعته. بعد كده بقى بيبدأ يديلك فهرس محتوى الكتاب ايه. الكتاب مكون من 6 units، كل يونت فيه 6 دروس. تعالوا كده نشوف بقى يونت 1 كإكزامبل، واكيد كل اليونتس هتبقى نفسها هي. بص اول حاجة بيديني كده تايتل اليونت، عنوان اليونت نفسه، وبيديلك صورة كده بتعبر عن محتوى اليونت نفسه. تعالوا نشوف بقى كل يونت زي ما احنا اتفقنا متقسم ل 6 يونت ليسنز، كل درسين مع بعض. ليسنز 1 اند 2 بيديلك كلمات، بعد الكلمات على طول اول ما هتقراهم هيديلك على طول تدريب صغير كده عليهم، علشان يخليك ان انت فعلا الحل بيثبت عندك حفظك للكلمات دي. بعد كده يبدا يكمل لك باقي الكلمات، وبعدين بيبدا يديلك تصريف الافعال. احنا اتفقنا ان مخنا حصاله، كل درس هنحوش فيه شويه افعال. بعد كده هيديلك الكلمه وعكسها، بعد الكلمه وعكسها بيبدا بقى يعرض لك ديفينيشنز، اهم التعريفات للكلمه، بيديلك ديتيلز اكتر للكلمه، تفاصيل اكتر، انفورميشن اكتر عنها، بيخليك ان انت عارف كده كان بيحلل لك الكلمه نفسها. ده زياده بس هو بيخدم منهجك. انتوا عارفين ان النظام الجديد يا اولاد لازم تكون عارف فيه كل صغيره، كل تفصيله صغيره. النظام الجديد مبقاش معتمد على المنهج بس، لا انت بجد لازم تبقى عارف كل حاجه صغيره، كل ملاحظه صغيره هتفرق معاك. ففعلا كتاب المعاصر بيتميز بالحكايه دي، بيهتم قوي قوي انه بيجيب التفاصيل وبيجيب لك كل تفصيله صغيره على الدرس. كمان بصوا هنا الكولوكيشنز المتلازمات، ان لازم الفعل ده يجي مع الكلمات دي. بيبدا بقى يعرض لك كمان جنرال نوتس كده، ملاحظات عامه على الكلمه. تاني بعد ما اداك الكلمات واداك ديفينيشنز ليها، بيبدا يديلك كمان نوتس على الكلمات دي، يعني بيخليك ان انت الكلمات كده تحفظها بجد فعلا بس عن فهم. كمان هنا الامبورتنت اكسبريشنز والبروبوزيشنز ديت، اهم التعبيرات وحروف الجر ايه. وبيقول لك بص اهو جايب لك حروف الجر بلون مختلف عشان يعرفك ان الكلمه دي بيجي معاها حرف الجر ده.
هو بجد فعلا يعني التنسيق حلو قوي، وعرض المحتوى التعليمي فعلا بجد فعلا حلو، مقدم لك المعلومه بطريقه حلوه. بصوا مدي لك بعد كده بقى الدروس الريدنج والليسننج، ومدي لك بقى في دروس الريدنج نفسها شايفين الكلمات بلون مختلف، انت لما تقرا الكلمات لوحدها غير لما تقراها في سياق الجمله نفسها، عارفين كده لما تحط الكلمه في جمله بتفهمها اكتر صح؟ طيب بعد كده بقى بعد ما اداك الدروس دي هيبدا يديلك كده اكسرسايزز عليها، والاكسرسايزز دي الحلو فيها بقى ان التدريبات دي من كتاب المدرسه وكتاب المعاصر وكتاب الورك بوك كمان. بعد كده بقى بيبدا يعرفك على السكيلز، كل لغه ليها اربع مهارات، اللغه الانجليزيه في مهاره ايه؟ النطق، التحدث، القرايه، الرايتنج، الكتابه، فهو فعلا بيدربك على المهارات دي من غير ما تحس. يعني هو جايب لك كده هاو تو سبيك، ازاي ان انت تقدر تتحدث لغه انجليزيه، عارفين دوت هيخدمك في ايه؟ في سؤال الديالوج، هتقدر تعرف سؤال الديالوج، هتقدر لما يدي لك سؤال هتجاوب عليه بايه؟ بعد كده جايب لك هاو تو رايت، ازاي تعرف تكتب باراجراف، هو الباراجراف ده عباره عن جمل والجمل عباره عن كلمات، فهو بيدي لك ازاي تبني جمله صح في سياق لغوي بجرامر صح. بعد كده بقى بيدي لك جزء الجرامر، جزء اللانجوج، بيعرضه لك، بصوا طريقه العرض حلوه بجد. بعد كده بيبدا يدي لك اكسرسايزز تاني على جزء اللانجوج ده، وبرده التدريبات دي شامله كل اسئله كتاب المعاصر وكتاب المدرسه وكتاب الورك بوك. بعد كده بيدي لك اكسرسايزز بقى جنرال على ليسنز 1 اند 2 بقى الفوكابلري ودروس الريدنج واللانجوج كلها، نفس الكلام هنلاقيه في 3 اند 4 وبرده في ليسنز 5 اند 6. بعد بقى ما بيجيب لك كل ان هو خلاص كده قسم لك كل درسين مع بعض، بيبدا يدي لك ايه بقى؟ بصوا كده بعد ليسنز 5 اند 6 اهي، هيبدا يدي لك كده في ورقه كده ريفيو عن اليونت كلها، يعني في الورقه دي هيدي لك كده مراجعه عن اليونت كلها، وتاني هيدربك على السكيلز تاني على المهارات، علشان تبقى شاطر في اللغه لازم تتعلم مهارات تعلم اللغه. بصوا اهو هيعرفك، بصوا جايب لك السؤال الرد عليه ازاي، يعني بيوري لك الكويشن نفسه السؤال والانسر بيكون ازاي. بعد كده بيعرفك ازاي تكتب برده تاني ديالوج باراجراف ازاي، ومدي لك كمان اكزامبلز بقى للديالوج للباراجراف المتعلقه باليونت نفسها. خلص لك المراجعه هيدي لك بقى تيست على اليونت كله، تيست شامل اجزاء اليونت كلها. بعد كده كمان سؤال تاني خاص بطلبة الازهر، يديلهم سؤالين. هو الازهر نفس منهجنا، بس نفس منهج المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، بس الاختلاف في مواصفات الورقة الامتحانية. كمان بقى السؤال ده يعني اسئلة ذكاء ليك كده، ان كتاب المعاصر بجد فعلا بيخاطب كل مستويات الطلبة، الطالب الضعيف، المتوسط، الطالب المتميز، ان هو بيحل كتير كتير قوي. بعد كل 3 يونتس، بعد كل 3 وحدات يا اولاد، بنلاقي اكسرسايزز برضو عليهم. الاكسرسايزز دي بتكون شامله يونت 1 و 2 و 3. بصوا كده اهو بعد ال 3 يونتس مدي لك اهو جنرال ريفيجن، مراجعه كامله على 1 و 2 و 3. خلاص بقى رجعت هيدي لك بقى ايه؟ امتحانات على يونت 1 و 2 و 3. طيب بعد كده هيدي لك برضو على يونت 4 و 5 و 6، كل 3 يونتس هيدي لك اكسرسايزز عليها. طيب انت كل ما تحل اكتر بجد كل ما انت هتبقى بتتقن منهجك اكتر، وكمان هتحس ان انت بقى يعني متدرب خلاص على اسئله الامتحان، اي اسئله هتجيلك خلاص هتكون فعلا اتدربت عليها كويس جدا. التدريبات الكتاب المعاصر بتكون شامله كل جزئيه بجد. طيب بعد كده في اخر الكتاب بقى بنلاقي الانسرز، الاجابات على الباراجرافز، كل يونت بنلاقي عليه بصوا 4 باراجراف، يعني اكيد ان شاء الله الامتحان بيجيب منهم باراجراف، فهو حللهم لك كلهم، كل الباراجرافز دي بقراهم معاك في كتاب المعاصر، وبنحل كمان عليهم. الاربع اجزاء بقى من الكورسات الثانيه اللي هي الملاحق اللي معاها، اول حاجه دي A week is enough، يعني بيقول لك اسبوع كفايه، اسبوع بس كافي ان انت تراجع منهج الترم الاول كله. تعالوا نشوف ازاي. بيقول لنا في اليوم الاول احنا مدينا كده سؤال الليسننج، اللي هو التيتشر بيقول لك السؤال وانت بتسمع كويس وبتحله، بيبدا بقى يدربك على سؤال الديالوج نفسه. بعد بصوا اهو على كل يونت الديالوج المتعلق بموضوع اليونت ده. بعد كده بيبدا يديلك باسج قطعه
وازاي تحل عليها. اليوم الثاني والثالث بقى هتبدا ايه تشوف كل كلمات كل يونت لوحدها كده وتحل عليها، يعني يديك جزء الكلمات يلا خلاص شفت الكلمه ومعناها افتكرتهم حل بقى عليهم كل يونت بنفس الطريقه دي كده. بصوا بعد كده بيبدا يديلك بقى جزء اللانجوج جزء الرولز القواعد اللغويه، وبرده نفس الحكايه بعد كل جزئيه شرح في حل تدريبات. كتاب المعاصر بيفيدك جدا ان هو بيخليك تحل كتير قوي. حكايه الحل الكتيره دي قوي اكتر حاجه فعلا بجد بحبها في اي كتاب، وبيتميز بيها كتاب المعاصر لان الحل الكتير هو اللي هيخلي بالنسبه لك الماده سهله. هو انت لما تحل كتير هتتدرب كتير بجد فعلا على الاسئله. بعد كده بقى هيجيب لك ايه، هيجيب لك الباراجرافز دي اهي. بصوا امثله للباراجرافز كتيره قوي قوي، انت لما تقراها كتير خلاص هتتمرن عليها. في اليوم الرابع بقى هنلاقي بصوا جايب لنا اكسرسايزز على كل يونت لوحدها على سؤال تشوز، يعني هو مجمع لك سؤال تشوز بيركز لك على سؤال تشوز طريقه الحل عليه ازاي في كل اليونت كل يونت لوحده. بعد ما خلص لك سؤال تشوز على الفوكابلري على الكلمات مدي لك برده سؤال تشوز بس بقى على الجرامر على كل يونت لوحدها. بعد كده بيبدا يدي لك سؤال ريد اند كوركت ذا اندرلايند وورد الكلمات اللي تحتها خط اللي هي ان انت تصححها، بيركز لك على السؤال ده في كل يونت. بصوا اهي. بعد كده بقى في السؤال في اليوم الخامس والسادس والسابع هنعمل ايه، هيديني بقى اسئله. احنا خلاص اتدربنا على كل سؤال لوحده ازاي، هيبدا بقى يدي لي جنرال كده اكسرسايزز كده تدريبات عامه على مواصفات الورقه الامتحانيه كلها. بصوا كده اهو الاختبار، سؤال الليسننج، سؤال الديالوج، الباسج، يعني امتحان كامل تمارين شامله كلها. بصوا اهو ويبدا بقى يديني تمرينات وتدريبات كتيره قوي قوي. بصوا لحد اخر الكتاب محافظات كتيره، جايب لي امتحانات المحافظات السابقه، جايب لي كمان امتحانات تدريبات كتاب المدرسه وكتاب الورك بوك، يعني هتحل كتير قوي قوي مالكش حجه فعلا بجد. التدريبات الكتيره قوي قوي ودي اكتر حاجه بتميز كتاب المعاصر، بيخليك تحل كتير. الحل الكتير ده لازم بامر الله تطلع منه وانت خلاص بقى يعني حافظ كده يعتبر بجد، غير ما انت خلاص فهمت المنهج انت كده فعلا حافظه فعلا، يعني كده فعلا كتاب المعاصر بيقدم لك كل تمارين شامله على كل اجزاء الدرس، كل جزئيه في الدرس بيفصصها لك انت كده، يعني بتكون متاكد ان كل جزئيه خلاص انت خدت عليها سؤال. دي بقى جديده السنه دي الكراسه دي، وهي عباره عن امتحانات خاصه بمنهج طلاب الازهر وطلاب الدمج. طبعا هو نفس المنهج واحد بس الاختلاف في مواصفات الورقه الامتحانيه نفسها، هو بيدي لك كده مواصفات ورقه امتحان طلاب الازهر ومهتم بيهم السنه دي. بصوا عارض لكم كده ازاي في بارت 1 في الجزء الاول من الكراسه دي. بصوا مدي لك كده بيضربك على سؤال الديالوج، بصوا اهو، وبعد كده مدي لك كمان امثله لسؤال الباراجراف ازاي ان انت تقدر تحل سؤال الباراجراف كل الباراجرافز المتعلقه باليونت لغايه اليونت نمبر 6. بصوا البارت 2 بقى الجزء الثاني من الكراسه دي مدي لك امتحانات بقى جنرال كده اكسرسايزز، امتحانات كامله بنفس مواصفات الورقه الامتحانيه الخاصه بطلاب الازهر. بعد كده هنلاقي بقى كمان بصوا كل دي امتحانات، هنلاقي كمان بقى جزء تاني برده جديد اهتم بيه المعاصر في النسخه 2023 طلاب الدمج، ادالهم كمان مواصفات الامتحان، يعني هو ما سابش اي فئه من الطلاب بصراحه. بصوا اهو اهتم كمان ان هو يعرض لهم مواصفات ورقه امتحانات طلاب الدمج. بصوا بقى الكراسه دي كمان هي اسمها ماستر يور تيرم، ماستر يعني اتقن، اتقن منهجك. هتتقنه ازاي؟ بالتفاعل مع منهجك. هتتفاعل مع منهجك ازاي؟ ان انت تعرف كل تفصيله صغيره في منهجك، كل التدريبات اللي في كتاب الشرح دوت وفي الملحق ده، كل التدريبات اللي احنا حليناها دي كمان هنحل تاني كمان تدريبات مختلفه، فعشان كده في تنوع في الاسئله نفسها. التمارين دي اكيد اكيد هتبقى شامله كل اجزاء الدرس، مش هتسيب اي جزء بقى كده. بصوا كده هنلاقي كده اهو اختبار على يونت 1 على يونت 2 3 4، بصوا اهو 5 6. بصوا هتلاقوا بقى بعد كده خلاص خلاص اداك تدريبات على كل يونت، لا كل 2 يونتس بقى 1 و 2 مع بعض 3 و 4، خلاص كل 2 يونتس مع بعض كل 3 يونتس مع بعض 1 و 2 و 3، بعد كده 1 و 2 و 3 و 4، بعد كده كل 6 يونتس. الجزء الثاني بقى من الكراسه دي كمان مديك ايه؟ مديلك كده برده بصوا اهو
الامتحانات الشهريه. يعني انت في الشهر ده كان مقرر عليك يونت 1 و2، فاهو مديك امتحانات تكون مستعد لامتحان الشهر، يونت 3 و4 مع بعض، 5 و6 مع بعض. كمان بعد كده بقى مديلك بعد كل 3 يونتس بقى امتحانات تاني. تخيل كل كميه الامتحانات دي والتدريبات دي لما انت تحلها، يعني ان شاء الله تقفل ماده اللغه الانجليزيه. فبجد كتاب المعاصر فعلا فعلا هيخليك ان انت تتقن ماده اللغه الانجليزيه. بصوا بقى الجزء التاني من الكراسه دي، ان انت هتتعلم مهارات اللغه تاني. هيديلك باسج قطعه ويديلك الطريقه الصح للامثله، يعني هيديلك موديل انسرز كده، اجابات كده نموذجيه للقطعه دي. وبعد كده خلاص انت شفت القطعه بالاجابات، يديك بقى قطعه تانية باسئله وتختبر نفسك فيها. بعد كده يديلك قطعه ويديلك حل عليها، بعد كده انت بقى تختبر نفسك فيها. بصوا بيكرر الحكايه دي كذا مره، بتحل كميه كتيره قوي من القطع. اما يجيلك سؤال القطعه بعد كده في الامتحان هيكون مش بالنسبه لك يعني سؤال صعب ولا حاجه، انت اتدربت عليه كتير بما فيه الكفايه في الكراسه دي. كمان بعد كده برضو بيعرض لك تاني سؤال الديالوج ازاي تحله، هشرح معاكم كل التفاصيل وكل الاسئله دي وكل الكراسات دي هنحلها مع بعض. بعد كده بيديلك كراسه تسميع ان انت تسمع فيها الكلمات، بيديلك كلمات باللغه الانجليزيه وانت تكتبها بالعربي، وكلمات بالعربي وانت تكتبها بالانجلش اهي. كل يونت الكلمات بتاعته. اخر جزء بقى معانا كمان، بصوا الجزء الكراسه الصغيره دي، وهي عباره عن قاموس للكلمات اللي انت اتعلمتها في منهجك كله. انت خلاص درست المنهج وخلصته كله، فلو في اي كلمه مثلا، او انت كمان في اثناء دراستك للمنهج في اي كلمه انت نسيت معناها وعايز ترجع ليها على طول، فيسهل عليك قوي ان انت بيعمل لك ايه، جايب لك الكلمات بطريقه الحروف الابجديه الالفابتس. الالفابت اللي هي مثلا كلمه بتبدا بحرف الاي، فسهل قوي ان انت تدور عليها. بصوا اهي الكلمات اللي بحرف البي، الكلمات اللي بحرف السي، مجمع لك كل الكلمات اللي بتبدا بالحروف ايه. كمان مدي لك الديفينيشنز تاني بتاع الكلمات. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب، استغفر الله العظيم من كل ذنب. كمان بعد كده بصوا يا اولاد مديلك الديفينيشنز بتاعت كل كلمه، تعريفات للكلمات كلها، ومديها لك قبل كده بس هو مجمعها لك بقى كلها بتاعت اليونتس كلها في الكراسه الصغيره دي. بصوا اهو، فبجد يعني كده انت مش هتحتاج اي حاجه تاني ولا هتحتاج اي كتاب تاني. بجد فعلا يعني كتاب المعاصر السنه دي هو فعلا تعامل جديد بطريقه شيقه، هتخليك فعلا ان انت تتقن اللغه فعلا، تتقنها مش بس دراسه، تتقنها ان انت فعلا هتتعلم لغه صح بعد كل الاكسرسايزز دي والتدريبات دي. فانت ان شاء الله بامر الله هتكون بجد يعني بيرفكت في اللغه الانجليزيه. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، واتمنى ما تنسوش اللايك والشير علشان يوصل لكل الطلبه ويستفيدوا بيه. باي باي.